تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا في هذه الحلقات نرتع في ظلال منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وكان قد وقف بنا الشرح في الحلقات الماضية عند باب الميم والنون المشددتين، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، الميم إن تسكن بغنة لدى، باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفى أن تختفي. كنا بفضل الله جل وعلا في الحلقتين الماضيتين تحدثنا عن الغنة في النون والميم المشددتين، وذكرنا أن الغنة فيهما أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين. وكنا قد ذكرنا أيضا مراتب الغنة، وذكرنا أن هذه المراتب أربعة، فإما أن تكون الغنة أكمل ما تكون وهي في النون والميم المشددتين والمدغمتين، وإما أن تكون الغنة كاملة وهذه تكون في النون والميم المخفتين، والمرتبة الثالثة أن تكون الغنة ناقصة وهي في النون والميم الساكنتين المظهرتين، وتكون الغنة في أدنى المراتب في النون والميم المتحركتين. وكنا قد ذكرنا أيضا أن الغنة في النون والميم لا تنفك عنهما أبدا، وهي جزء الميم وجزء النون، لأن النون والميم تتكون من جزئين: جزء فموي وهو الشفتان وفي الميم، واللسان في النون، بالإضافة إلى الجزء الخيشومي وهو هذه الغنة التي تكون جزءا من النون وتكون جزءا من الميم. وهذا الأمر هو الذي جعل للنون الساكنة وللميم الساكنة أحكاما خاصة، نجد في كتب التجويد ونجد في كتب النحو القديمة، كتب اللغة القديمة، نجد أن للنون الساكنة أحكاما خاصة، ونجد أن للميم الساكنة أحكاما خاصة، أحكام الميم الساكنة التي ذكرنا شيئا منها في الحلقة الماضية، وسنستكمل إن شاء الله شرح هذه الأحكام في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. لكن قبل أن أستكمل هذا الشرح، ثمة سؤال قد يخطر ببالكم: ما الذي جعل للميم الساكنة أحكاما خاصة؟ وما الذي جعل للنون الساكنة أحكاما خاصة؟ لماذا لا يوجد أحكام للدال الساكنة؟ أو أحكام للضاد الساكنة؟ أو أحكام للغين الساكنة؟ لماذا فقط عندنا أحكام للميم الساكنة وهي إظهار وإدغام وإخفاء؟ ولماذا عندنا أحكام للنون الساكنة والتنوين وهي إظهار وإدغام وإخفاء وقلب؟ السبب في هذا هو الغنة. السبب في هذا هو الغنة، لأن الغنة هي جزء من هذه النون وهي جزء من هذه الميم.
فمخرج حرف النون هو أن يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من اللثة، هذا جزء، والجزء الآخر هو الغنة التي تخرج من الخيشوم. مجموع هذين العملين حينما يقرع طرف اللسان ما حذاه من اللثة والغنة التي تخرج من الخيشوم، مجموعهما هو حرف النون. وكذلك الميم حينما تنطبق الشفتان على بعضهما، إضافة لهذا العمل الشفوي، إضافة لهذا العمل الفموي، هناك غنة من الخيشوم، وهذه الغنة هي التي تكمل صوت هذه الميم. فوجود الغنة في النون والميم هو الذي جعل للنون أحكاما خاصة وجعل للميم أحكاما خاصة، هذا سبب. طبعا العرب حينما يكون في كلامها ميم ساكنة أو نون ساكنة، وهذه الميم وهذه النون فيها جزء فموي كما ذكرت لكم، وفيها جزء خيشومي، فتارة يعدلون عن إظهار هذه الميم أو هذه النون بأن يهملوا جزءا من هذه النون وجزءا من هذه الميم إذا لاقت هذه النون أو هذه الميم إذا لاقت حرفا آخر، فتارة يهملون الجزء الفموي، جزء الشفتين في الميم أو جزء اللسان في النون، ويبقون على الجزء الخيشومي. في أحكام بدأنا في شرحها في الحلقة الماضية، وهي الأحكام المتعلقة بالميم الساكنة والتي ذكرها الناظم لنا في هذه الأبيات التي نحن الآن بصدد شرحها، وأحكام خاصة للنون الساكنة سيأتي عليها إن شاء الله الناظم ويذكرها، ونحن بدورنا نشرحها إن شاء الله تعالى فيما يأتي من حلقات. انتهينا من الجزء الأول من هذه الأبيات الذي يتحدث فيه الناظم عن النون والميم المشددتين، وهو قوله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. طبعا هناك ناحية لغوية أذكرها لكم قبل أن أتكلم على تتمة هذه الأبيات المتعلقة بأحكام الميم الساكنة. هنا لما قال الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، ما هذه زائدة، ما هذه زائدة، يعني إذا أعربناها نعرب هذه الميم بأنها زائدة، لكن هذه ما هذه لها فائدة معنوية وهو التوكيد، يعني تأكيد لمسألة التشديد، إذا ما شدد. ومثلها في القرآن الكريم قوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، حتى إذا ما جاءوها شهد، فما هذه هنا زائدة، يعني يعربها النحاء أنها زائدة، لكن من الناحية المعنوية، من الناحية البلاغية، هذه ما تفيد التوكيد، تفيد تأكيد هذا المعنى. فطبعا قد يستغرب البعض وجود ما هذه في هذا البيت، فما هذه من النحاة يعربونها زائدة، وهي من الناحية البلاغية تفيد التوكيد. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. ثم تكلم الناظم رحمه الله تعالى على أحكام الميم الساكنة: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى، باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفى أن تختفي. كنت في الحلقة الماضية قد شرحت لكم باستفاضة حكم الإدغام بالنسبة لأحكام الميم الساكنة، وهو حينما تكون عندنا ميم ساكنة ويأتي بعد هذه الميم الساكنة ميم مثلها، وهذا الحكم وهو حكم الإدغام لم يذكره الناظم في هذه الأبيات،
ذكر الإخفاء قال وأخفين الميمة إن تسكن بغنة اللدى، وذكر الإظهار قال وأظهرنها عند باقي الأحرف، ولم يذكر الإدغام في هذه الأبيات. لماذا لم يذكر الإدغام؟ وهو حينما تكون ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، لم يذكر هذا لأنه ذكره في قاعدة كلية مضت، حينما قال رحمه الله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. فالحرفان المتماثلان هنا عندنا ميم وميم، تاء وتاء، فما ربحت تجارتهم، نون ونون، لن نؤمن لك، ميم وميم، لهم من الله. فالحرفان المتماثلان، وهذه قاعدة لغوية، إذا التقى حرفان متماثلان وسكن الأول منهما فلا خلاف بين كل العرب في إدغام الحرف الأول الساكن من المتماثلين في الحرف الثاني، بحيث يصير النطق بحرف واحد مشدد يرتفع عنهما، يعني عن الحرف الأول والثاني المدغمين، ارتفاعة واحدة. فالناظم رحمه الله ليس بحاجة إلى أن يعيد هنا ويتحدث عن حكم الإدغام من أحكام الميم الساكنة، يعني ميم وميم، لأنه ذكره ضمن قاعدة كلية في قوله وأولي مثل وجنس إن سكن، وكنا حينها قد شرحنا إدغام الحرفين المتماثلين وشرحنا إدغام الحرفين المتجانسين وتكلمنا عن الحرفين المتقاربين والحرفين المتباعدين. سنواصل إن شاء الله في شرح هذه الأبيات، لكن بعد أن نخرج لهذا الفاصل القصير، فأهلا وسهلا بكم. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. نجوم وفيها بريق اللجين، وتصدع للناس في كل حين، لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. نجوم وفيها بريق اللجين، وتصدع للناس في كل حين، لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. دعاة إلى الله تسمو بهم، رسالاتهم في سما الخالدين، لهم في قلوب العباد شذان، وفي ذكرهم عابق الياسمين، على درب من في الورى يبتدى، أبا القاسم المصطفى والأمين، يقودوننا لمراسي النجاة، فهم وبحاق عماد السفين. نجوم وفيها بريق اللجين، وتصدع للناس في كل حين، لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. دعاة لهم فرحة عندما يرون سعادتنا مؤمنين، وحين نميل بأهوائنا ترى دمعهم في مساء حزين، فمن يا ترى بعدهم يمتطي ركاب التناصح في المسلمين،
تراه يستميل العصاه يحذر من رقدة النار نجوم وفيها بريق اللجين وتسطع للناس في كل حين لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا السلام عليكم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. وقف بنا الحديث قبل الفاصل عند أحكام الميم الساكنة. ذكرت لكم أن الناظم رحمه الله لم يذكر حكم الإدغام من أحكام النون الساكنة في هذه الأبيات لأنه ضمنها ضمن قاعدة كلية كان قد ذكرها في أبيات سابقة عند قوله رحمه الله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. فالميم إذا لاقت ميما هما حرفان متماثلان لا خلاف بين العرب في إدغام الأول من المتماثلين في الثاني إذا سكن الأول. ثم ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات حكم الإخفاء قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدب. تكلم عن حكم الإخفاء وذكر أن الميم تخفى عند حرف الباء، يعني إذا وجدنا ميما ساكنة وهذه الميم الساكنة بعدها حرف الباء فإن الميم نخفيها عند هذه الباء بالكيفية التي ذكرتها لكم في الحلقة الماضية، وهو أن نطبق على ميم ونفتح على باء مع غنة طويلة هكذا ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة. لاحظوا أطبقت على ميم ترميهم ب ثم فتحت على باء مع ملاحظة الغنة الطويلة، والحكم هنا إخفاء يعني أن الغنة في المرتبة الثانية أعلى مرتبة أكمل ما تكون في النون والميم المدغمتين والمشددتين، والمرتبة الثانية كاملة في النون والميم المخفاتين. ذكرت لكم في الحلقة الماضية تعريف الإخفاء وتعريف الإدغام، أعيده في عجالة. تعريف الإدغام هو الإدخال، هذا في اللغة، وفي اصطلاح المجودين هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة، وشرحت هذا التعريف. وعرفت لكم أيضا الإخفاء وذكرت أن الإخفاء في اللغة الستر، وفي اصطلاح المجودين هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. الناظم هنا في هذا البيت قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدب. حينما قال الناظم رحمه الله أنه على القارئ أن يخفي الميم الساكنة إذا جاءت بعدها باء على القول المختار من أهل الأداء، حينما يقول الناظم على المختار يعني على القول المختار، يعني أن هناك قولا ليس مختارا، قال على المختار، فلما قال على المختار يعني هناك قول آخر غير مختار وهو إظهار الميم الساكنة عند الباء. وهذا
القول ذهب إليه بعض أهل العلم وبعض الأئمة وهو مروي ولكنه قليل جدا. وهذا الرأي هو رأي الإمام مكي ابن أبي طالب القيسي وذكره ابن المنادي أيضا، ولكنه أي هذا القول كما ذكرت لكم هو قليل جدا. لكن المختار الذي عليه جمهور أهل اللغة ومنهم سيبويه والخليل وغيرهم من أئمة اللغة اختاروا هذا القول، وهو إدغام الميم الساكنة في الباء التي بعدها. فهذا هو الذي نبه إليه الناظم رحمه الله حينما قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار، يعني على القول المختار من أقوال أهل الأداء. فهو قال على المختار من أهل الأداء، طبعا حذفت الهمزة هنا على لغة بعض العرب. وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. هناك أيضا تنبيه مهم جدا وهو مسألة المجافاة بين الشفتين في حكم الإخفاء الشفوي، يعني حينما يمر معنا في القراءة ميم ساكنة بعد حرف الباء فهو إبقاء فجوة وإبقاء فرجة بين الشفتين عند هذا الحكم، يعني أن تقرأ بهذه الكيفية ترميهم بحجارة بدل أن نقول ترميهم بحجارة. لاحظوا هنا الشفة العليا انطبقت على الشفة السفلى تماما. لكن بعض المحدثين من أهل العلم ذكروا أنه ثمة فرجة إذا مر معنا في القراءة ميم ساكنة بعدها باء، هكذا ترميهم بحجارة. وهذا القول في الحقيقة ليس له صدى في كتب الأئمة الأوائل، بل إن شيخنا الدكتور أيمن سويد وفقه الله ذكر أنه تتبع هذه المسألة لعشرين سنة ولم يجد، يعني هو ذكر قال كل الكتب سواء المطبوعة أو المخطوطة التي وقعت بين يدي لمدة عشرين سنة كنت أول شيء أبحث عنه أن أجد قولا يعني يذكر مسألة الفجوة ومسألة الفرجة بين الشفتين في حكم الإخفاء من أحكام الميم الساكنة ولم يجد هذا. فهذا الأمر محدث ويجب تركه، وأول من قال به هو أحد العلماء المعاصرين رحمه الله، ولا نشك أنه ما أراد إلا الخير، يعني هذا ظننا فيه. لكنه هو رأى، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، هو رأى أن اللسان في حكم الإخفاء من أحكام النون الساكنة عمله يبطل. طبعا حينما نريد أن ننطق نونا سنقول أن يلامس طرف اللسان ما يحاذيه من اللثة، فإذا كان حكم هذه النون إخفاء، يعني وقع بعد هذه النون حرف من حروف الإخفاء من حروف صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما، قال في حكم الإخفاء من أحكام النون الساكنة إن عمل اللسان يبطل، يعني أن طرف اللسان لا يقرع ما يحاذيه من اللثة. وبما أن عمل اللسان أبطل في حكم الإخفاء من أحكام النون الساكنة فإنه قاس الميم الساكنة على النون الساكنة، فقال كذلك نبطل عمل الشفتين في الميم الساكنة إذا كان حكمها الإخفاء بحيث وقع بعد الميم الساكنة حرف الباء. فهو قاس الميم الساكنة على النون الساكنة، وفي الحقيقة ليس له سلف في هذا، وهذا العمل يعني هو لم يتلقى وغير يعني مشافه وغير متلقى، وإنما هو رحمه الله قاسها على النون الساكنة
واختار هذا العمل وأقرأ الناس به، وشاء الله أن ينتشر هذا العمل، وهذا العمل ليس له صدى في كتب الأئمة. هذا الشيخ رحمه الله تعالى حينما يعني اختار هذا العمل هو ما أراد إلا الخير، لا نشك في هذا، لكنه أخطأ في هذه المسألة. فالنون الساكنة أو الميم الساكنة إذا وقعت بعدها ميم فالحكم هنا إخفاء. كيف تكون كيفية الإخفاء؟ بأن نطبق على ميم وأن نفتح على باء من غير مجافاة بين الشفتين ومن غير كز، يعني لا نجافي بين الشفتين هكذا ترميهم بحجارة، هذا أمر محدث، هذا أمر ليس له صدى في كتب الأئمة الأوائل، هذا الأمر ليس متلقا عن الأشياخ وليس مشافه به. وكذلك في المقابل لا نكز، يعني لا نضغط الشفتين كما يفعل بعض أهل الأنغام ممن يقرؤون القرآن الكريم بالألحان، فهم يعني يتعمدون هذا الكز وهذا الضغط على الشفتين لكي يهزهزوا الغنن. فترميهم بحجارة خطأ، ترميهم بحجارة هذا الكز هو خطأ، يكون التلامس بين الشفتين يكون فيه تلطف من غير تكلف ومن غير تعسف، هكذا ترميهم بحجارة. بالإضافة إلى أن هذا الأمر وهو مسألة الفجوة بين الشفتين في حكم الإخفاء من أحكام الميم الساكنة أنه أمر يعني غير متلقى وغير مشافه به، وأن الذي يعني خرج به والذي أحدثه يعني قاسه على النون الساكنة كما ذكرت لكم حينما يكون حكمها الإخفاء. العرب في كلامهم في سليقتهم كانوا دائما يعدلون عن شيء معين اعتادوه فيعدلون عنه طلبا للأسهل. مثلا الأصل في تلاقي الحروف كلها الإظهار، يعني الأصل أن تظهر الحروف عند بعضها، فحينما عدلوا يعني حينما نقول عدلوا يعني تركوا، عدلت عن الشيء يعني تركته إلى غيره، فحينما عدلوا عن الإظهار في النون الساكنة مثلا حينما يكون بعد حكم حرف من حروف صف ذاتنا كم جاد شخص إلى آخر حروف الإخفاء، أو حينما يكون بعد حرف من حروف الإدغام من حروف يرملون، أو مثلا ميم ساكنة حينما يعدلون عن إظهارها إذا كان بعدها ميم أو كان بعدها باء فيخفونها إذا وقعت بعدها الباء، ما الذي يجعلهم يفعلون هذا؟ الذي جعلهم يعدلون عن هذا الأصل هو الإظهار، السبب هو ركونهم إلى الأسهل. فالأمر الأسهل في النطق كانوا دائما يذهبون له، فلو قلنا لو سلمنا جدلا بمسألة الفرجة بين الشفتين في الميم الساكنة إذا وقعت بعدها باء، بالله عليكم أيهما أسهل؟ هل الأسهل على العربي أن يقول ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة يطبق على ميم هكذا من غير مجافاة ولا كز ويفتح على باء، أم أن يقول العربي ترميهم بحجارة بهذه الفرجة التي بين الشفتين؟ جربوا هذا واحكموا بالله أيهما أسهل. لا شك ولا ريب أن الأسهل هو الإطباق من غير مجافاة بين الشفتين ومن غير ضغط وكز على الشفتين، فهذا يعني شيء أيضا يقوي مسألة أن الفرجة هذه أمر محدث، والحمد لله لا شك عندنا أنها أمر محدث، وهذا الأمر ليس له صدى في كتب الأئمة الأوائل إطلاقا، ولو كان له سند ولو كان له أصل لما غاب عن الأئمة
ولذكره بعض الأئمة في كتبهم ومصنفاتهم. هذا فيما يتعلق بحكم الإخفاء. بقي علينا أن نتحدث على حكم الإظهار من أحكام الميم الساكنة، لكن بعد أن نخرج لهذا الفاصل، فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فأهلا وسهلا بكم. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أسهل طريقة لحفظ كتاب الله: حفظ القرآن يمر بثلاث مراحل: 1. ما قبل الحفظ، 2. أثناء الحفظ، 3. ما بعد الحفظ. أولاً، ما قبل الحفظ: النية والدعاء بتسهيل الحفظ، اختيار ملقن أو شيخ مناسب ليكون عوناً ومشجعاً على الحفظ، وضع خطة كاملة للحفظ ويفضل كتابتها وتعليقها على حائط الغرفة، اختيار المكان المناسب يتميز بالهدوء وعدم وجود ما يشغل عن الحفظ مثل وجود أشخاص أو تلفاز وغيرهما، التخلق بخلق القرآن والابتعاد عن الذنوب والمعاصي من الأسباب المساعدة على حفظ كتاب الله. 2. أثناء الحفظ، اختيار طبعة مصحف واحدة للحفظ منها، القراءة بتدبر وفهم لمعاني الآيات، القراءة مع التفسير، التكرار أثناء الحفظ لكل آية لا يقل عن 20 مرة، الربط بين الآيات أثناء الحفظ مع التكرار، الاستماع قبل القراءة والحفظ. 3. بعد الحفظ، الربط بين الأثمان بالتكرار أكثر من مرة، المداومة على تسميع ما تم حفظه في كل وقت أثناء الخروج من المنزل أو الاشتغال بأي عمل، الاستعانة بكتابة ما تم حفظه فهي تساعد على التثبيت، قراءة ما تم حفظه في الصلاة خاصة النوافل وقيام الليل، اختيار يوم يكون لمراجعة ما تم حفظه خلال الأسبوع وليكن يوم الجمعة مثلا. وفي الختام، فلتعلم أخي أن الحفظ الجيد يحتاج لوقت كي يثبت في قلبك، فلا تيأس وثابر وكرر واستعن بالله، واعلم أن في كل تكرار خيرا، فالحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة، فيه الهواء مفتوح لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته، أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد على الأرقام التي ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة. تحدثنا قبل الفاصل عن حكم الإدغام وحكم الإخفاء، وبقي الحديث على حكم الإظهار. قال الناظم رحمه الله: وأظهرنها، يعني الميم الساكنة، وأظهرنها عند باقي الأحرف
واحذر لدى واو وفى أن تختفي وأظهرنها عند باقي الأحرف، يعني أظهر الميم الساكنة إذا وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء باستثناء الميم، لأن الميم حكم الإدغام والباء لحكم الإخفاء. طبعا حينما نقول حروف الهجاء نسقط الألف أيضا، لأن الألف لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا. فأي حرف وقع بعد الميم الساكنة باستثناء الحروف التي ذكرتها لكم الميم والباء والألف فحكم هذه الميم هو الإظهار. والإظهار في اللغة يعني البيان، تقول أظهرت الشيء إذا أبنته. وفي اصطلاح المجودين الإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. ولاحظوا هذا التعريف الجامع، هو إخراج كل حرف من مخرجه، يعني أن نخرج الميم من مخرجها وأن نخرج الحرف الآتي بعدها من مخرجه. قال العلماء جزاهم الله عنا خيرا، هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. لماذا قالوا من غير زيادة في الغنة؟ لأن الميم هذه الساكنة المظهرة عند حرف الإظهار الغنة فيها، لكن المطلوب هنا هو عدم المبالغة في زمن هذه الغنة. طيب، ما هي مرتبة الغنة في الميم الساكنة المظهرة؟ مرتبة الغنة هي المرتبة الثالثة، أن تكون الغنة ناقصة. فهذا هو معنى قول العلماء من غير زيادة في الغنة، يعني لا نبالغ في غنة هذه الميم الساكنة المظهرة. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفى أن تختفي، يعني احذر أيها القارئ أن تخفى هذه الميم الساكنة إذا وقع بعدها واو أو وقع بعدها فاء. لماذا؟ لأن الفاء قريبة من مخرجها من الميم، وكذلك الواو هي متحدة في المخرج مع الميم، فالواو من الشفتين كالفاء، والواو من الشفتين كالميم، والفاء من أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، وهذا طبعا هو مخرج قريب من مخرج الميم. فهنا وجب التنبيه على عدم إخفاء الميم الساكنة في الفاء أو إخفاء الميم الساكنة في الواو. معنا محمد، أهلا وسهلا. محمد، إن كنت في الاستماع تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شارك شيخ. نحمد الله يا محمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم
ومن حسبك الناس. حسبك، بارك الله فيك يا محمد، ما شاء الله قراءتك جيدة. أريد منك أن تتقيد أكثر بعلامات الوقف الموجودة في المصحف، طبعا بالإضافة إلى الوقف على رؤوس الآية. مثلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أظنك وقفت هنا، فوقفت وقفة هكذا، كان الأولى ألا تقفها. أما بالنسبة للوقفة الأولى في مطلع السورة، قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أنت وقفت على كلمة فيه. طبعا هذا الوقف هو يسمى بالوقف المتعانق، يعني إذا وقفنا على الكلمة الأولى لا نقف على الكلمة الثانية، وإذا أردنا ونوينا أن نقف على الكلمة الثانية لا نقف على الكلمة الأولى، يعني يمكن أن نقف هكذا ذلك الكتاب لا ريب، ثم نبدأ فيه هدى للمتقين، أو أن نقف هكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والوقف على فيه لا ريب فيه أبلغ إن شاء الله، أبلغ من الوقف على كلمة لا ريب. ولشيخنا العلامة عبد اللطيف الشويرف، أسأل الله أن يحفظه وأن يفسح في عمره في عافية، له كلام نفيس في هذا، وهو يعني اختار، هو يقول أن الوقف على فيه أبلغ من الوقف على لا ريب، وذكر يعني كلاما فريدا نفيسا في هذا، لولا أن الوقت ضيق لكنت نقلته لكم، لكن الذي أريد منكم أن تعلموه أن الوقف على فيه أبلغ من الوقف على لا ريب. طيب، واحدر لدى واو وفاء أن تختفي، ذكرت لكم أن الفاء قريبة في مخرجها من الميم، فهي من طرف اللسان مع أطراف باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، والواو هي من الشفتين. مثلا هم فيها، هم فيها، هم فيها، هكذا بكل سهولة، أصلا بمجرد أن نطبق على الميم هم سنجد أن أطراف الثنايا العليا على باطن الشفة السفلى، فمباشرة ننتقل إلى الفاء. هم فيها هكذا بتلطف وبسهولة من غير أن نتكلف. نسمع بعض إخواننا، وهذا خطأ شائع، يقرأها هكذا، يريد أن يبالغ في هذا الإظهار، يعني حتى إن بعض المعاصرين ممن ألفوا في علم التجويد ذكروا أن هنا في النون الميم الساكنة التي بعدها واو أو ميم ساكنة بعدها فاء، قالوا هذا إظهار أشد إظهارا، يعني جعلوه حكما، قالوا الإدغام وإخفاء، وعندنا إظهار، وعندنا إظهار أشد إظهارا حينما تكون الميم الساكنة بعدها فاء أو بعدها واو. وأيضا هذا كلام يعني لا يستقيم، يعني كيف إظهار أشد إظهارا؟ طيب، حينما قلت أنا مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير، عليهم غير، هنا ميم ساكنة بعد غين، هذا إظهار. ما الفرق بينه وبين أن أقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ميم ساكنة بعدها واو؟ الإظهار هو إظهار، يعني لو أظهرت ميم ساكنة عند حرف من حروف الإظهار هذا إظهار، ليس هناك إظهار أظهر من هذا الإظهار. فمن يرى هذا الكلام في بعض هذه الكتب إظهار أشد إظهارا، فتجده، وهذا خطأ شائع، يقرأها كذا مثلا ميم ساكنة بعد حرف الفاء، فيقرأها هم فيها، هم فيها. وهنا وقع في خطأين، الخطأ الأول أن هناك فاصل صوتي بين الميم الساكنة وبين الفاء، هم فيها، لاحظوا هذا الفراغ الصوتي وهذا خطأ. كذلك هو هنا قلقل هذه الميم، هم، هم فيها، لاحظوا يعني هذا القلع والذي حصل بين الشفتين، هم
فيها خالد. فهذه قلقلة للميم في الحقيقة، فهذا خطأ آخر. يعني عندنا فراغ صوتي وعندنا قلقلة للميم وهذا خطأ. فالأمر يكون كما ذكرت لكم، يكون بتلطف من غير تكلف ومن غير تعسف هكذا. هم فيها بكل سهولة. نعطيكم مثال لواو بعد الميم الساكنة، غير المغضوب عليهم ولا عليهم ولا، هكذا بكل سهولة. طبعا العلماء نبهوا لهذا كما ذكرت لكم، لأن الفاء قريبة من مخرجها، قريب مخرجها من الميم، والواو متحدة في مخرجها مع الميم، ولذلك حذروا من إخفاء هذه الميم الساكنة عند الفاء أو عند الواو. هذا كل ما يتعلق بأحكام الميم الساكنة. مازال هناك أمر وهو ضبط الميم الساكنة في المصحف الشريف، ما هي علامة الإخفاء فيها، ما هي علامة الإدغام فيها، ما علامة الإظهار في الميم الساكنة في ضبط المصحف الشريف. سأذكر هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة. قبل أن أنهي الحلقة أقرأ عليكم أبيات باب الميم والنون المشددتين. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، الميم إن تسكن بغنة اللدى، باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحدر لدى واو وفى أن تختفي. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.